هاد السيد هذا انا فيق الصباح غادي طالع للمارشي، وما مولف ديما كنفطر عنده. مشيت بغيت نفطر عنده، انا كنمشي نجيب سلعه من المارشي وكنبيع ونشري في السوق عندنا. مشيت عنده وانا نقول له السلام عليكم فلان، صيب لي واحد جوج دراهم ديال الحرشق، جوج دراهم ديال الحرشه وكاس ديال اتاي. واحد السيد جارو داك اللي كاري ليه المحل شارب هادشي، ماشي نهار زمزم مع الصباح كران صوب لهداك اللي سكران. ملي صوب لهداك خاينه اللي جارو اللي كاري ليه، قلت ليه واسي فلان، قلت ليه راه انا راه غادي للخدمه، راه السيد كيتسنى فيا في الموتور فوق حتى البنكار باغي نمشي، خليني ندي الناس ديالهم، راه الزربان راه فايق معطل، هو يضرب ليا الفلوس على وجهي هو يسبني. ملي سبني قلت ليه حشومه تسبني، هو يضربني بكروشي ها هي فنيفي. ملي ضربني بكروشي انا ما صبرتش، ما غادي نعاود نضربو، هو يعاود يسك لاموني يضربني العينيه، ضربني العينيه انا ما عقلتش حمو كتا ولا جابت جنويه، هزتني الاسعاف من حدا غيبت، هزتني الاسعاف من حدا ونزفت بزاف من الدم، تعدى عليا وعضني بزاف، يعني راه شبع فيا عضان وشي حاله اللي ما اللي لا يرسلها. واش شارب مع هذاك؟ ما انا ما انا ما فهمتش هاد السيد هذا والله، الله ياخذ الحق في اللي دار. ودابا راه انت خارج ليا عضم هنا ضربه واقعه ديك لامونيط ومعضود هنا، وهنا معدود ومعدود هنا في البطن ديالي، في البطن ديالي، وراك عارف الصبع دابا هذا راه مابقيتش كنحركو بزاف. راه رانيك السيد كيتسنى فيا الفوق، راه خاصني نمشي، راه خاصني نمشي نترزق الله. يعني انسان جايب موطور كيتسنى فيك في الشارع الفوق، وانا كنسكن في حي مولاي رشيد، يعني خاصني نفطر ونطلع نجري عند داك السيد، ولا نقد ناخذهم ونكمل كاع تيكون عطاني غنهزهم وغادي نطلع. انا ما فهمتش واش هذاك السيد كان ما هو ذاك مشاركين في الشراب شاربين بجوج، فهمتيني ولا لا؟ دابا كنتسنى في الشهاده الطبيه وداك الشيء وغادي نطلع، وانا اش غنطالب؟ راه اش نقول لك اختي؟ راه انا غنتسنى في الشهاده الطبيه وغادي نطلع عندهم وغندير الاجراءات القانونيه. هو راه ضرب راسو، قال لك راه انا راني انا مضروب وكذا وضارب راسو، وداك اللي سكران معاه هرت الفيترينا، داك اللي جارو كاري ليه هرت الفيترينا، الفيترينا هرسها وبغاو يديروني بين المرا انا اللي هرسها. وكاينين الشهود عندي، نجيب الشهود كاين يشوف. وانا السيد هذا راه بغيت شوي الله ياخذ الحق هادشي اللي غنقول. مشينا حيت الشهوه ولا ما تابعتوش غادي يدير لي شي، وراه ما ختمت لا البارح لا اليوم، راه على عقاره مضروبه استاذه هاد الحاله اللي راه دابا يلا راه ما لقيتهاش، راه يلا جيت عندهم هنا قال لك ما عندي السبيطار في سميتو ما كايناش، دواء ديال الكرش، ابره ديال الكرش. الغلط اي غلط ملي كيما كيوصل الانسان حتى شي حاجه وكتبقى الصحه وكيوقف وهادي كيقول الحمد لله، فهمتيني؟ إنسان كيكون سامح.